إقليم أزيلال مناظر طبيعية خلابة ومؤهلات ثقافية وشلالات أزوت التي صنعت شهرة المنطقة. محبي المغامرة والترفيه هم من يتوافدون على هذه المنطقة. الناس راه كيزوروا الشلال أزود من طيلة أيام العطلة الصيفية، وكاين واحد رواج تجاري مهم، وكاين واحد المجموعة ديال 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 المرافق الاجتماعية. جينا لهنايا حيت كان ديما كنستمتعوا من البحر، دابا جينا هنايا كاينين مناظر أخرين، مناظر حسين، السياحة هنايا في شكل آخر، كاينين بزاف نتاع ناس مختلفين. رغم المكونات الطبيعية التي تزخر بها أزيلال، إلا أنها لا زالت تعاني بعض المشاكل. ولكن المشاكلات كاينين في هاد الزود. الماء ما كاينش في الصيف، فاش كيجيو الناس ما كيلقاو الماء، والضو كيتقطع، والناس ما كيبغيو كاع البران اللي كيجي لهنا للزود ما كيتقطع الماء ويتقطع الضو في الوقت فاش كاينين الناس بزاف. على صعيد آخر تشهد المنطقة بعض التحولات كهاته القنطرة التي من شأنها أن تنهي العديد من المشاكل الطرقية. الطريق اللي كانت واجدوا بها حاليا اللي كتربط ما بين فم الجمعة وتسليت، وكذلك ما بين فم الجمعة وتابية وإتعتاب عبر قنطرة بتابية على الواد العبيد، وهي اللي هي كطريق فعلا اللي كتلعب دور كبير سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، وخصوصا بالنسبة للسياحة الداخلية. أزيلال تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية هامة، لكنها لا زالت في حاجة إلى مشاريع استثمارية منتجة.